مساكم الله بالخير وحياكم الله، حلقة جديدة وتفاصيل مختلفة في كرة القدم السعودية. البداية مثل العادة مع أبرز وأهم العناوين. الفيحة ينهي ديربي المجمعة بالانتصار بهدفين على الفيصلي. المنتصف يفتح الملف الأهلاوي ومؤمنة يترشح لاعتلاء كرسي الرئاسة. عاصفة من الغضب على بن زكري، الرئيس يعتذر للنصراويين. حياكم الله من جديد. اليوم إن شاء الله راح نفتح كثير من المواضيع والملفات المهمة في كرة القدم السعودية، واللي أكيد يتصدرها النادي الأهلي اللي يمر بمرحلة جديدة من خلال رئاسة النادي، ومثل ما احنا شايفين بترشح اليوم عبد الله مؤمنة ومجلس الإدارة. وأعتقد أنه يعني الملامح أصبحت يعني واضحة لمستقبل النادي الأهلي اللي يمر ايضا بمنعطف مهم على المستوى المحلي. وكثير من الملفات ان شاء الله اليوم راح نتكلم فيها بشكل مفصل، لكن خلونا في البدايه نرحب بضيفنا الدكتور حافظ المدلج، الشخصيه المعروفه. حياك الله يا دكتور. الله يحييك اخوي عبد الله ومشاهدي الاخباريه، وان شاء الله نقدم حلقه جميله. الله يحييك. احنا لما نقول الدكتور حافظ المدلج وش تحب نسميك؟ نقول الاعلامي اليوم، ولا الشخصيه مثلا اللي عملت في الاتحاد السعودي والاتحاد الاسيوي؟ وش اقربها لك؟ والله خلينا نقول يعني رياضي يحب رياضه بلده اكثر شيء. طيب دكتور، اليوم وش اكثر شيء معجبك في المشهد الرياضي في المملكه؟ والله اشياء كثيره. انا انسان ايجابي، ولذلك بشكل عام كون السعوديه تستضيف السوبر الاسباني والسوبر الايطالي وسباق دكار وبطولات في التنس وبطولات ايضا في الالعاب الاخرى مثل الملاكمه والمصارعه، مع اني ماني بحب الالعاب العنيفه هذه، لكن كونك تستضيف هذه البطولات العالميه ويكون اخبار السعوديه موجوده على الصحف البريطانيه والامريكيه والاعلام الغربي، هذا بشكل عام يعتبر انجاز. كون القناه الرياضيه السعوديه تنقل تفوز بحقوق كاس ملك اسبانيا، هذا انجاز انتظرناه من زمان، وان شاء الله عقبال البريمير ليج والشامبيونز ليج والبطولات الأكبر بإذن الله في المستقبل، نعرف مرتبطة بحقوق معينة، متى ما انتهى العقد ستدخل قناتنا منافسة بقوة بإذن الله. هذا من بعيد. اليوم نقدر يا دكتور نقول احنا عندنا مشروع في الرياضة، مشروع حقيقي، مشروع كبير جدا. أنا أقول لك شيء، أنا يكلموني ناس كانوا في السابق يكلموني يبغون مثلا مستثمر سعودي أو راعي سعودي، أتكلم على جانب اليوم يكلموني يقولون نبغى ندخل السوق السعودي. الآن السوق السعودي الرياضي أصبح هو المطلب، الشركات كلها جاية علينا. أمس القريب شركة إنتاج تلفزيوني مهمة يقول عندنا أوبي فانز وعندنا يعني شركة إنتاج ونبغى ندخل ننقل أي شيء، يعني نبغى ندخل على كرة السلة السعودية، على البطولات، على بطولات، حتى على مشاريع هيئة الترفيه. اليوم السوق السعودي الرياضي والترفيهي أعتقد حقق قفزة نوعية يشهد بها البعيد قبل القريب. البنية اليوم جاهزة لاستقبال مثل هذه العروض، مثل هذه خليني أقول المناسبات الكبرى؟ شوف عندنا الإرادة والقرار والمال صنعت بيئة في الدرعية وفي بعض المنشآت اللي موجودة عندنا، لكن أعتقد أنها بحاجة المزيد. أنا أتمنى يجي اليوم اللي يكون عندنا على الأقل الأندية الكبيرة عندنا في السعودية اللي دائما حاجزة مقعدها في الدوري الممتاز أن يكون عندها ملاعبها. ما ممكن تكون عندنا خصخصة والأندية تستخدم منشآت
الدولة، ولا ستكون خصخصة يعني بطيئة شوي. أتمنى أنه فعلا المشروع اللي قد سمعنا عنه بأنه راح يكون في ملاعب للأندية على الأقل الأربعة الجماهيرية موضوع يعني يحتاج إلى أنه يعني يعاد طرحه، وأتمنى أني أشوفه قريبا. اليوم الدوري السعودي صار فيه، ما عاد صار فيه فريق كبير لا يهزم بوجود الدعم من الدولة، وأصبح كل نادي عنده الملاءة المالية. الإدارة اللي تشتغل صح تستطيع أنها تعطل أي فريق كبير بالتعادل أو بالفوز عليه، وشفنا نتائج كبيرة وتعثرات كثيرة وتحديات في الملعب. أنا أشوف أنه الدوري عندنا أصبح قوي بالملاءة المالية التي قدمتها الدولة باستراتيجية دعم الأندية اللي قدمها الأمير محمد بن سلمان، وقدمها لنا يعني الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. صحيح. طيب خلونا نبدأ ملفات حلقتنا اليوم. يمكن الأهلي يتصدر المشهد من خلال يعني التحركات اليوم على المستوى الإداري، ترشح عبد الإله مؤمنة اللي يملك يمكن مسيرة جيدة وإيجابية في العمل الرياضي في المملكة. الأهلي ما في شك بأنه يمر أيضا بمرحلة، خليني أقول تعتبر مرحلة مهمة كثير في مسيرة هذا النادي. خلونا نشوف هذا التقرير اللي يفصل ملامح الأهلي في الفترة المقبلة. بعد استيفاء كافة الإجراءات والإفادات بما تم رفعه من قبل الجمعية العمومية للنادي الأهلي في وقت سابق إلى الهيئة العامة للرياضة، أسقطت عضوية أحمد الصايغ وفتح باب الترشح لعضوية ومجلس إدارة النادي. هذا الإجراء كان نتيجة خلافات داخلية في البيت الأهلاوي، وبالنظر إلى المشهد العام فإن الصورة ليست بجديدة. الانقسام الإداري وغياب الاستقرار من فترة إلى أخرى عاصفة لم تتمكن إدارة الأهلي من تلافيها. في كل مرة تمر العاصفة لتبعثر الأوراق الفنية والإدارية وتجبر المسؤول هناك على العودة إلى السطر الأول. لن نعود بالذاكرة كثيرا، لكن جماهير الأهلي قبل وقت ليس ببعيد جدا دخلت هذا النفق مع الزوبعة التي تزامنت مع فترة رئاسة الزوهري، حينها كان الأهلي بطلا فرض نفسه على خصومه بالعمل المحكم داخل وخارج الملعب. مسيرة من الاستقرار كان ينعم بها الأهلاويون في ذلك الوقت تأثرت بكل الانقسامات التي ظهرت على السطح. الفراغ الإداري مثل مشكلة وواقعا ملموسا في الأهلي، بل حقيقة منغصة للمدرج الأخضر. اليوم وبغض النظر عن الأسباب والمسببات، الأهلي في منعطف التغيير يمر بمرحلة الفورمات. عبد الإله مؤمنة أمين عام مجلس إدارة النادي في عهد الزوهري ونائبه ياسر محروس بدأوا تحركاتهم فعليا بتقديم ملف الترشح للرئاسة. الملفت للنظر هنا هو أنه الوحيد الذي تقدم لهذه المهمة، لكن السؤال هل هناك أسماء أخرى مرشحة؟ ومن هي الأسماء التي تتطلع الجماهير أن تقود الأهلي إداريا؟ إذن عبد الله مؤمنة المرشح لرئاسة النادي الأهلي يتصدر المشهد اليوم. خلونا نستعرض معكم مجلس الإدارة. أيضا الأهلي مر عليه في السنوات العشر الأخيرة سبع رؤساء. اليوم الأهلي نقدر نقول بأنه بلا رئيس. خلونا نستعرض بس رؤساء النادي خلال العشر سنوات الأخيرة.
أيضا الأهلي في آخر 10 سنوات حقق 8 بطولات، كانت برئاسة الأمير فهد بن خالد ومساعد الزويهري، وكانت آخر بطولة للأهلي عام 2016. نشوف أبرز البطولات اللي تحققت للأهلي. نعم، طيب دكتور، الملف الأهلاوي، إن احنا نعرف بأنه الأهلي يعتبر من الأندية الكبيرة في المملكة جماهيريا إعلاميا على مستوى حتى يعني البطولات. اليوم يمر بمنعطف، خليني أقول هو منعطف مهم في منتصف الموسم. تتغير الإدارة بقرار من الهيئة العامة للرياضة، الفريق أمامه كثير من المنافسات، وما في شك بأنه مثل هذا التغيير ممكن يربك العمل بشكل عام. شوف، احنا سمعنا في التقرير رقمين، واحد منهم ايجابي واحد سلبي. 8 بطولات في 10 سنوات يعتبر رقم ايجابي، ومو كثير اندية حققت هذا الرقم او حققت اكثر منه. انا اعتقد انه يعتبر رقم ايجابي جدا للاهلاويين. 7 رؤساء في 10 سنوات، هذه يعني رقم سلبي. احنا على فكرة في برامج رياضية كثيرة ومقالات تكلمنا عن مسألة عدم الاستقرار الفني اللي تعاني انديتنا بكثرة تغيير المدربين، لكن ربما نحن بحاجة لأن نطرح يوم من الأيام محور للحديث عن تغيير الرؤساء، لأن الاستقرار الإداري لا يقل أهمية عن الاستقرار الفني. تغيير رئاسة الأهلي بقرار، ونعرف حيثيات القرار والبيان اللي طلع والصياغة اللي ذكرت فيه، كانت تدل على أنه الآن في التوجه للهيئة العامة للرياضة بالضبط المالي والضبط الإداري وعملية العمل المؤسساتي. وحنا نعرف أنه كلمة الحوكمة صارت أكثر كلمة نسمعها في الفترة الأخيرة، لذلك أتوقع أنه كل أندية كسبانة من مرحلة التغيير اللي قاعد يصير الحين، أو خلنا نقول مرحلة التصحيح. نادي الأهلي ما في شك أنه أحد أعمدة الكرة السعودية والرياضة السعودية بشكل عام، حتى على مستوى الألعاب الأخرى. النادي الأهلي ترى يعتبر من أكثر الأندية تحقيق البطولات إذا أخذنا في مجمل الألعاب، وهو نادي موجود في المشهد الرياضي في الألعاب المختلفة زي موجود في كرة القدم والألعاب الفردية وغيرها. هذا النادي طبيعي إن إحنا نتمنى أنه يكون دائما في أيدي أمينة، وأنه يكون يعني في وضع مستقر إداريا وماليا، مثل ما نتمنى أنه يكون في استقرار فني. نعتقد أنه هذه الصفحة الماضية طويت، وإحنا الآن في صفحة جديدة. عبد الله مؤمنة رجل عنده خبرة مالية، لأنه كان أصلاً تخصصه في الجانب المالي، ونعرف أنه لما دخل الاتحاد السعودي كان هذا المجال اللي هو متخصص فيه، ثم مسك الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذه تعطيه خبرة إدارية وتجعله ملم، لأنه الأمانة العامة هي رمانة الاتحاد السعودي. نعم. وهو فعلاً يعني المسمى الحقيقي لأمين عام الاتحاد أنه هو المدير التنفيذي للكرة السعودية كلها. فهذه الخبرات المتراكمة أتمنى أن تصب في صالح النادي الأهلي، ونحن نشوف الأهلي مستقر. وترى الأهلي اليوم مو بعيد عن المنافسة، ويلعب سيمي فاينل كأس الملك أمام شقيقه النصر، وفي جدة يعني عنده فرصة كبيرة بأنه يصل للنهائي. أوضاع الأهلي جميلة، بقي أنه إحنا يعني جميعا ندعم التوجه الحالي والرئاسة الحالية، وأنه الجميع يؤمن بمسألة الحوكمة ومسألة الضبط والشفافية، حتى نضمن أنه هذا الرئيس وهذا المجلس يستمر 4 سنوات قادمة بإذن الله. نعم، طيب أيضا في ملف آخر، المدرب بن زكري وعاصفة من الغضب بعد يعني ردود الفعل الأخيرة. اليوم رئيس ضمك اعتذر للنصراويين،
إن كان هناك أخطاء غير مقصودة. تقرير اقرأ المشهد. إخواننا من النصر يسامحوني بس أقول لهم أنتم ذكري لا تفوزون عليه إلا بضربات الجزاء دائما وأبدا، وهذه للمرة ما نعرف الخامسة السادسة ما نعرف شو الله، مرة اللي فات ضربت جزاء، اليوم ثلاث ضربات جزاء يا أخي. والله لو يلعبوا، أنا كنت أعتقد أن ملوك يلعبوا شهر ما راح يسجلون إلا عن طريق ضربة ثابتة. مسلسل نور الدين بن زكريا المتكرر في دورينا سقطة تنم عن عمل غير احترافي يتطلب التدخل الانضباطي. لمثل هذه التصرفات الطائشة من مدربي يفترض أن يكون قدوة للاعبيه وهم يشاهدون مدربهم بهذه الحالة من انفلات الأعصاب، أكأن كرة القدم في مخيلته الفوز دائما وإلا سيفجر غضبه على الآخرين. ردة فعل مبالغ فيها يقابله عمل فني يتذيل به قائمة الترتيب، وحتى لا نحصر بن زكري باللقطة التي ظهرت له في لقاء فريقه أمام النصر، بل ظهر في اليوم التالي في مدرجات الهلال في مباراته أمام أبها، مما أثار غضب الجماهير النصراوية، وكأنه سبيشال وان مورينهو أو سير فيريكسون. نور الدين زكري 2013 ليس نور الدين في زكري في على مستوى العلم، الزكري تطور، تحصل على أعلى شهادة في التدريب في العالم، أملك ما يملكه مورينيو وما يملكه زاكيروني وما يملكه مارشيلو ليبي وكل المدربين في العالم، إلا أنني اسمي زكري نور الدين فقط، هذا هو الفارق. خروج عن النص في مواقف كثيرة واستفزاز للمنافسين يقابلها نتائج هزيلة وإقالات متكررة، دوري بمسمى كبير صرف عليه الكثير لا يرقى لمثل هذه التصرفات من المدرب الجزائري الذي سبق له أن خاض تجربتين سابقتين في ملاعبنا، كانت البداية مع الرايد خلال موسم عام 2014 وانتهت بالإقالة، والأخرى مع الفيحاء في الموسم الماضي. هذا الموسم تولى قيادة الفريق الجنوبي ضمك، لكنه يتذيل ترتيب فرق الدوري. قدرات المدرب الناجح لا تنحصر في قدراته التدريبية ونجاحه التكتيكي، بل باحترام المنافسين وحكمته في ضبط أعصابه في أحلك اللحظات. طيب شو رايك في بن زكري دكتور؟ والله شوف، وجهة نظري دائما انه اسخن كرسي في كرة القدم هو كرسي المدرب. بل اني اتذكر اني قريت كتاب اسمه The Second Most Important Job in the Country، وكاتب تحت And Certainly the Most Difficult One، ويتكلم عن مدرب المنتخب، العنوان يقول انه ثاني اهم وظيفة في بريطانيا او في انجلترا، وأكيد أنها المهمة الأصعب، لأنه المدرب دائما على هذا الكرسي الساخن، فلما تزيد عليه الضغوطات أحيانا يتصرف تصرفات خارجة عن الإرادة. أنا أعتقد أن الإثارة أحيانا تكون مطلوبة، لكن إذا زادت عن حدها أنا أحب الإثارة اللي في الملعب، ما أحب الإثارة اللي برا الملعب نهائيا. أنا أقول دائما خلوا الكرة في الملعب، خلوا التنافس في الملعب، خلونا نستمتع بتسعين دقيقة مثيرة حتى الآخر ثانية من الوقت بدل الضائع. بس برا الملعب يفترض أنه يكون يسود الاحترام. أنا نشوف المباريات الأوروبية يعني بالصراع، خلنا نقول الطاحن بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، أثناء المباراة الصراع، وتنتهي المباراة يسلمون على بعض واللاعبين مع بعض وينتهي كل شيء. إحنا بعد وصلنا لمسألة أنك تقبل الخسارة ويعني تواضع عند الفوز وبتسعم عند الهزيمة. يعني هذه ما بعد وصلنا لها، ولازلنا يعني أحيانا نبحث عن مبررات أخرى للخسارة أو يعني للنتائج اللي نوصلها أو لحال الفريق بشكل عام. فدائما إذا كان المدرب تحت الضغط أحيانا يبحث عن مبررات خارج الملعب، وأنا دائما أرجع مرة ثانية وأقول أتمنى الإثارة دائما تبقى داخل الملعب. صحيح. اليوم أيضا في الدوري السعودي حرم العدالة ضيفه الأهلي من الفوز بعد أن أجبره على التعادل بهدف لمثله والخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة. ركلة الجزاء للعدالة
سجل ركلة الجزاء. اللعبة طويلة وعالية، استلام استلام أمام ثلاثة، أمام ثلاثة في كل مرة يحضر لاعب فريق العدالة أمام تفرز اللي يحتاج إلى مساندة، يرجع مرة ثانية الاستلام المده محاولة البلايلي. الله 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 الله، جول أول للنادي الأهلي، الله على تمريرة البلايلي والله على هذا المؤشر الأخضر، جول للنادي الأهلي، جول التعادل. الأهلي نقدر نقول أنه تعثر بالتعادل يا دكتور؟ طبعاً الأهلي حاول أنه يلحق بركب الفريقين المقدمة وكان يهمه اليوم أن يفوز بثلاث نقاط. تعثر النصر يعني أمام ضمك كان فرصة له أنه يقلص الفارق مع صاحب المركز الثاني، اليوم هو أيضاً تعثر. نعرف قلنا قبل شوي في مقدمة البرنامج أنه اليوم أي فريق يعني ممكن أنه يعطل أي فريق بوجود سبع أجانب، النادي اللي يعرف يختار أجانبه بشكل صحيح في ظل هذا الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة. أنا أعتقد أنه اليوم ما عاد في مباراة مضمونة، ضمك العدالة الفيحة أي نادي ممكن يعطل أي نادي. نعم، أيضا اليوم في الدوري قلب الشباب تأخروا بهدف إلى فوز بهدفين أمام ضيفه الفتح في ختام هذه الجولة. حارس من تونس والمحور من المغرب، مروان وفاروق ومروان سعدان يسجل الأول علي من فاروق بن مصطفى، مروان سعدان بركلة جزاء بالتخصص يسجل الهدف الأول للفتح. يمررها في وسط الملعب إلى وانكا، يلعب الكرة إلى صليهم، مع الكرة صليهم البحث عن زميل إلى تسديدة حلوة من مخيت ديوب، حلوة من مخيت ديوب، الهداف هداف الهداف هداف، وحست مخيت ديوب التهديفية تعيد الشباب إلى المباراة. ياهو هدف حلو يا مخيت يا ديوب. بداية من مروان سعدان ولكن بشكل خاطئ إلى سيبا، مع الكرة سيبا سريعة إلى مخيت ديوب، إلى سيبا اللي لف عرضية حلوة 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 حلوة. الشباب فايق الشباب فايق الشباب بنيولوك وكريستيان وانكا يسجل الهدف الثاني. يا سيبا يا سيبا يا سيبا لعيب يا سيبا، وكريستيان وانكا من برازيلي إلى أرجنتيني، الشباب يتفوق في المباراة. أيضا لاعب الشباب محمد سالم تحدث اليوم للإخبارية بعد المباراة، ذكر أن الفريق مرتاح مع المدرب نفسيا وتكتيكيا، تحدث أيضا عن انضمام عبدالله الزوري. فريقنا عنده شخصية، حتى لو خسرنا في الشوط الأول كنا لاعبين كويس، ضيعنا فرص، الشوط الثاني ركزنا قدرنا يعني نستغل الفرص اللي جينا والحمد لله انتصرنا في المباراة. لسه يعني كل شيء بدري يعني الأمان، الدوري كله لسه من الأول ممكن لين العاشر النقاط كلها متقاربة، الدور الثاني في بداية وهذه أول مباراة، كل شيء راح يتغير أنا متأكد من ذا الشيء. الدوري صعب، الدور الثاني مرة صعب، كل الفرق راح تقاتل على كل نقطة، فإن شاء الله نحن نتوفق ونستغل كل المباريات ونطلع بمظهر طيب. ما والله ما تغير كثير يعني لما نفس العناصر، يمكن ما غيرنا للاعب واحد لكن التفكير تغير، الطموح الحماس حماس اللاعبين، المدرب قدرنا نتفاهم مع المدرب، اتكلمت عن المدرب ثلاث اربع مرات من قبل وصراحة يستاهل ان الواحد يتكلم عليه اكثر من مرة، مدرب تكتيكه سهل انا قلتها كثير، فاهمين احنا ايش هو يبغى وهذا الشيء جالس ينعكس علينا في المباريات. الكابتن عبد الله الزوري غني عن التعريف، لاعب كبير، لاعب دولي، لاعب خدم الكره السعوديه ونادي الهلال من قبل ونادي الوحده في الفتره الاولى في بدايه الموسم، اكيد ان احنا راح يعني نستفيد من خبراته من تجاربه الكبيره اضافه لنا، ان شاء الله الله يوفقه معنا باذن الله. طيب ايش ممكن نقول عن الشباب دكتور؟ والله شوف الشباب تعودنا انه دائما ضمن الخمسه الكبار ودائما منافس ورقم صعب في الكره السعوديه، وبدا بدايه متعثره الموسم هذا، لما يجي مدرب جديد عاده يكون في رده فعل ايجابيه، لكن اقدر اقول بكل تاكيد افضل نادي تحرك في الفتره الشتويه هو نادي الشباب، صحيح انه يعني عمل تعاقدات قليله لكنها مؤثره وايجابيه،
وأيضا حافظ على المجموعة اللاعبين اللي عنده. بالتوفيق لهم، الطريق صعب لكن يميز الشباب عن غيره المنافسين. المنافسين عندهم بطولة آسيا، نعم، فستتعبون من السفر ولعب المباريات الثقيلة في الوقت اللي يكون فيه الشباب مرتاح ومركز على الدوري، وأيضا هو طالع، نعم، من كأس الملك. دكتور، أنت اليوم كنت مع الفيصلي ولا مع الفيحة؟ أكيد أني مع الفيصلي. من أهل المجمعة ها؟ لا، أنا من أهل حرمة. أيوة. وعلى فكرة اللي يتحفظ على كلمة الديربي، يعني كل الإعلاميين اليوم يقولون الديربي. أيوة. المجمعة مدينة عزيزة على القلب ومدينة، أيوة، كبيرة، وبجوارها مدينة أخرى اسمها حرمة. فالديربي عادة مصطلح الديربي للناديين. بس دكتور اليوم الفيحة فاز بهدفين على مقابل هدف على الفيصلي. ها؟ هذا الفوز الأول. شمال النتيجة. لا لا، شوف هذا أول. عطونا الأهداف والدكتور يتكلم. هذا الفوز الأول للفيحة. أيوة. منذ أن عاد للدوري الممتاز. الفيصلي موجود في الممتاز من سنوات طويلة. التنافس بين الفيصلي والفيحة تنافس لمصلحة الفريقين، وأعتقد أنه تدعيم صفوف الفريقين واهتمام الإدارة زاد بوجود الناديين في الممتاز، وأتمنى أنهم يستمرون في الدوري الممتاز إلى يعني فترة طويلة جدا وسنوات قادمة. لكن أرجع مرة ثانية وأقول يجب أن احنا نعطي المسميات أسماءها. ديربي معناته ناديين في نفس المدينة. هذه المجمعة وهذه حرمة، ناديين في مدينتين جنب بعض، فيفترض ما يسمى ديربي. بس الفيحة اليوم أفضل من الفيصلي؟ والله عشان أكون صادق معك، في نفس وقت مباراة الفيصلي والفيحة كان يلعب مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، وأنا إنسان مانشستراوي لا يزعلون علي، كنت أتفرج على مباراة مانشستر، لكني أتابع الأخبار وأعرف أن الفيحة سجل هدف في الوقت القاتل. وبالعكس أنا أعتقد أن الفوز هذا هيلثي للمنافسة ويساعد عليها، والأهداف المثيرة اللي في آخر الدقائق دائما تحل الدوري. أنا أشكر حضورك معنا يا دكتور. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا لكل من تابعنا. بكرة إن شاء الله تفاصيل جديدة في كرة القدم السعودية. في أمان الله.